2، هل بدأ اقتصاد تركيا في الانهيار؟ كل يوم تقريبا بنسمع أخبار سيئة من تركيا. اقتصاد تركيا اللي كان رائع جدا، مزدهر جدا، متقدم جدا، ملهم لاقتصاديات أخرى، بدأ يتراجع. السؤال، هل بدأ انهيار تركيا؟ هل بدأ العد التنازلي للتجربة التركية؟ هل بدأ انهيار التجربة الرائعة التي بدأها رجب طيب أردوغان على يد رجب طيب أردوغان أيضا؟ هذا هو السؤال. والحقيقة اللي بيتابع الاقتصاد التركي هيلاقي أنه الوضع في تركيا بقى سيء. البطالة زادت أكتر من 10%، البطالة وصلت ل 12%، الاستثمار الأجنبي بيتراجع، كتير مستثمرين بيخرجوا، الليرة امبارح وصلت لأدنى مستوى ليها من 8 سنوات، والعملة المحلية أو العملة الوطنية اللي هي الليرة بتتراجع كل يوم قدام الدولار، قدام الدولار. وأكثر نزول منذ 8 سنوات كانت الليرة التركية أمس، لدرجة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خاطب الشعب وقال أن طلعوا الفلوس اللي تحت المخدة. ده تعبير الرئيس أردوغان، أنه هو ناشد الشعب اللي مخبي فلوس تحت المخدة لازم يطلعها، ومش المفروض أن الشعب يحتفظ دولارات أو يوروهات أو أي عملة صعبة، إنما لازم يسلمها لأن الدولة في احتياج إلى الدولار وإلى العملة الصعبة، وإلا هيستمر انهيار العملة الوطنية الليرة التركية. في كل الأحوال الملامح ملامح انهيار. البطالة اللي كانت تراجعت بدأت تزيد. الاستثمار الأجنبي اللي كان كتير جدا جدا بدأ ينحسر ويتراجع. رؤوس الأموال اللي كانت جاية على تركيا كتير جدا بدأت تخرج من تركيا بنفس الوتيرة المتسارعة. أيضا بنشوف أن التضخم بدأ يزيد والعملة بتتراجع والأمن بيتراجع، وعلى أثر ذلك السياحة تراجعت قرابة 40% في تركيا. وبالتالي ملامح الأزمة من تراجع السياحة وانخفاض سعر الصرف وأزمة العملة الوطنية في مواجهة الدولار وأزمات كثيرة متعلقة بالبطالة والإدخار وما إلى ذلك من معالم التدهور الاقتصادي من التضخم إلى غيره، كل ده بدأ يشكل صورة سيئة لتركيا، أو صورة تقول أن الاقتصاد التركي بدأ في الانهيار. في تحليل مميز لموقع سكاي نيوز بتقسم تجربة رجب طيب أردوغان إلى 3 فترات، من 2002 إلى 2006، ومن 2006 ل 2012، ومن 2012 لغاية دلوقتي. قبل كده قلت لحضراتكم إن أردوغان عمل كتير جدا من نهضة تركيا، وقبل ثورة يناير في مصر وطموحات أردوغان والتيارات الدينية المتشددة كان أردوغان رئيس ممتاز لتركيا، وتجربة أردوغان تدرس إنه رئيس عظيم لبلاده، وعمل نقلة أسطورية لتركيا ونقلها من حال إلى حال. ولو أردوغان كان خرج من السلطة قبل ثورة يناير كان هيكون من أفضل الرؤساء على مر التاريخ، إلا إن أردوغان نفسه اللي عمل التجربة العظيمة ديت هو اللي ماشي ورا نفسه بأستيكة، وهو اللي بيبوظ اللي عمله قبل كده، وهو اللي بيدمر الإنجازات اللي عملها بإيديه. فمرحلة الصعود اللي هو كان أساسي في صناعتها هو دلوقتي اللي بيقود مرحلة الهبوط. في تحليل موقع سكاي نيوز 3 مقاطع تاريخية أو 3 مراحل في حكم أردوغان لتركيا. المرحلة الأولى من 2002 ل 2006، ودي سنوات كويسة جدا، 4 سنين بدأ فيها هيكلة الاقتصاد، وضع أسس ممتازة، قوانين ممتازة، علاقته كويسة جدا بالعالم. فدي مرحلة صعود من 2002 أول ما مسك لغاية 2006. من 2006 2012، 6 سنين بقى، دي مش مرحلة صعود ولا انطلاق، إنما مرحلة القمة، النجاح الكبير. بقت تركيا في القمة وتجربة تدرس وتحظى بالاحترام في ال6 سنين دول من 2006 ل 2012. يبقى 4 سنين
من 2002 ل 2006 الصعود والبناء وتأسيس عملية التنمية، وست سنين انطلاق مذهل ونجاح كبير وتركيا في القمة. يبقى 10 سنين على بعضهم مرحلة التأسيس والبناء والانطلاق والنجاح والوصول إلى القمة. يعني 10 سنين رائعة في تاريخ تركيا على رأس التجربة رجب طيب أردوغان. بعد 10 سنين الممتازة ديت بدأ رجب طيب أردوغان نفسه يدمر 10 سنين العظيمة اللي شهدتهم تركيا على إيد رجب طيب أردوغان وحزبه ومن معه، لأن هو بدأ الغرور الشديد بعد 25 يناير وتصور أن بعد ثورة يناير أن المصريين كأنهم قاموا بالثورة علشان خاطر أردوغان يبقى سلطان المنطقة وما حولها، وتصور واهما لأنه مش عارف التاريخ كويس، وفي عند مرحلة صغيرة من التاريخ أنه حتى لو أنه مشروع الخلافة أو الدولة الكبيرة تكون موجودة مش هتكون في تركيا مرة أخرى، تجربة وانتهت، وفي تقديري أنها لم تكن خلافة وإنما ملك وراثي مستبد لا علاقة له بالخلافة. إنما في كل الأحوال جنون العظمة ونتيجة ثورة يناير والربيع العربي تصور أردوغان وحلفائه المتطرفين أنه يقدر يكون سلطان على بلاد المسلمين. ده أدى في النهاية مش أنه ما يبقاش سلطان، إن بلده نفسها تركيا تبدأ في التراجع والانكسار. فملف الأكراد اللي كانت صلح وبقى كويس جدا ومفيش قتلة ولا ضحايا ولا جرحى ولا ضرب ولا ما إلى ذلك، هذا الملف انفجر من جديد. يعني أردوغان اللي حل المشكلة الكردية قبل كده هو اللي رجع تاني عمل المشكلة الكردية من جديد، وأردوغان اللي صلح علاقته بالعالم العربي رجع هو دمر علاقته بالعالم العربي من جديد، وأردوغان اللي كان عاقل جدا في علاقته بأمريكا والغرب وروسيا والشرق بعد كده دخل في مشاكل مع دول ومشاكل مع دول، وأردوغان اللي عمل نهضة اقتصادية كبيرة هو برضو أردوغان اللي بقى دلوقتي العملة الوطنية نزلت لأدنى مستوى منذ 8 سنوات، والبطالة لأعلى مستوى، والتضخم لأعلى مستوى، ونتيجة سياساته الداخلية والخارجية ونتيجة تدخله في البنك المركزي والسياسة النقدية ونتيجة القمع اللي موجود داخل تركيا، نتيجة كل ذلك ما بقاش أردوغان يحظى بالمكانة السابقة. شيء مؤسف للغاية وتجربة مخجلة إن في حد ينجح هذا النجاح ويكون بهذا الذكاء وهذا التميز وهذا الإخلاص وهذه الوطنية لبلده، ثم إن نفس الشخص اللي كان بهذا الذكاء لا يكون بهذا الذكاء من جديد، ونفس الشخص اللي بنى هو اللي بيهدم اللي بناه، ونفس الشخص الوطني اللي مخلص لبلاده ونقل تركيا إلى مستوى عظيم يبقى هو نفس الشخص اللي هيسيب بلده وهي في أزمة اقتصادية وهي في حرب داخلية وهي في انهيار في الاستثمار الخارجي وهي في معضلة كبيرة جدا في مجمل الدولة التركية. أردوغان ضد أردوغان، وأردوغان ينسف أردوغان، وعشر سنين ممتازة بدأت تنهار من 2012 وتواصل انهيار. قطعا لا شماتة في تركيا، لأن العقل يقول إن تركيا ومصر كان ينبغي يكون الثنائي الذي يقود الأمة الإسلامية من جاكرتا إلى الدار البيضاء. المنطق يقول إن المصريين والأتراك كانوا لازم يتحالفوا ويقدموا تجربة عظيمة لحماية المشرق والمغرب معا. المنطق يقول إن أقوى دولتين عندهم قوة ناعمة مصر وتركيا كان الأنسب يكونوا حلفاء، وده المحور الذي يقود الأمة. لكن للأسف طموحات أردوغان والمتطرفين من حوله في كل مكان أدى إلى تدهور تركيا وبدء انهيار الاقتصاد التركي، وأدى إلى مشكلات كبيرة في مصر، وبدلا من أن احنا والأتراك نكون حلفاء في مسيرة من أجل بلدينا ومن أجل الأمة بقينا في حرب باردة احنا والأتراك بقالنا سنوات، وأردوغان بدأ ينسف تركيا بعد أن نسف المحيط العربي والإسلامي.
تركيا في خطر، لكن هذا بالنسبة لنا ليس خبرا جيدا، فسقوط تركيا بداية لسقوط هذه الأمة لا قدر الله.